إطلالة خاطفة على هذه الشوارع التي كانت تكتظ المشترين في مثل هذه الأيام من كل عام، تتضح الحالة الاقتصادية المتردية للبلد في ظل الحرب وأزماتها. فمدينة الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة من الأسواق الكبرى لعدن والمحافظات المجاورة، وجميعها تعيش ظروفا معيشية صعبة رغم وصفها بالمحافظات المحررة. لا رواتب، لا معيشات، الغلاء بالبلاد، يعني تكون غلاء اقتصادي وبنفس الوقت لا رواتب ولا معيشة، فلهكذا الناس هم متضررين، وأكثر ناس الفئة الفقراء، يعني الذين تكون لا عندهم دخل محلات ولا تكون عندهم زراعات، ويكونوا على رواتب الدولة، ويكون كل واحد معه 6-7 أطفال، يعني الواحد من فين بيعيش؟ أوضاع البلاد كلها عادة لحد الآن متدهورة، مش مستقرة لحد الآن. كويس تمام، كيف تشتي الناس يعني يكسوا أولادهم ويكسوا ذا، والأسعار مرتفعة، المواد الغذائية مرتفعة، كل شيء مرتفع. أسعار الملابس في ارتفاع جنوني تعجز معها الأجر عن توفير كساء العيد لأطفالها، فيما تجار التجزئة يحيلون الارتفاع إلى أسعار الشراء. المشتريات كلها غالية، تجي أنت أجر تما عرضيش يجيب لك دينة عهدة قبل إنه يجيب لك دينة. يعني بالأوضاع الناس ضباحة مع الحرب هذه. تجار الجملة بدورهم يتحججون بأزمة العملة المحلية والاستيراد بالعملات الأجنبية ولا تواجد لوزارة التجارة وأجهزة الرقابة. أصبح الشراء كله الشراء بالسعودي ولا بالدولار، ما يرضيش يبيع لك مثلا باليمني، يقول لك ببيع لك أنا بالسعودي، والسعودي يوم يعني يوم خفض يوم مرتفع، نحن كله على حسب السعودي يعني. موسم شرائي آخر أسوأ من سابقه يفضح الهشاشة الاقتصادية للحكومة الشرعية وانعكاساتها على طبقة واسعة من المجتمع لم تعد توصف بالوسطى، فالفقر سمة لغالبية الفئات. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.